أصدقائنا الأعزاء، أسرة إعلام والاتصال، شكرا على تلبيتكم الدعوة ومشاركتكم لنا اليوم الاحتفال بعيد الدبلوماسية الجزائرية، وأنتم الرفاق الأوفياء والزملاء في درب تغطية وتحليل الأحداث الدولية التي تؤدي فيها وخلالها الدبلوماسية الجزائرية دورها المرموق الذي تحرصون جميعا على تغطيته وتقديمه للرأي العام الوطني والدولي على أحسن وجه. فهنيئا لكم، مثلما نقدم التهاني للدبلوماسيين الجزائريين، أو كما أسلفت لأسرة الدبلوماسية الموسعة، أي أعني بذلك كل الأفراد الذين يشاركون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تمثيل الجزائر على الساحة الدولية بكلمة، بمقالة، أو بعمل رسمي أو شبه رسمي، أو حتى عمل خاص يرفع من مكانة الجزائر ويجعل الرأي العام العالمي يثق في أن الجزائر دولة مسؤولة، دولة نافذة، دولة فعالة، دولة تشاطر بقية الشعوب حقوقها وتكافح من أجل نصرة الشعوب المستضعفة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وقضية الشعب الصحراوي. والدبلوماسية متنوعة، الدبلوماسية التقليدية قد تمثلها وزارة الشؤون الخارجية، لكن الدبلوماسية البرلمانية بصفتها تعكس وجهات نظر الشعوب، والهيئات التشريعية أخذت مكانة كبيرة ومؤثرة جدا على الساحة الدولية. فأنا أشكر اليوم السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني على حضوره هذا الحفل المتواضع، وكذلك على حضوره هذا اللقاء مع الصحافة الوطنية، كما أشكر بقية الإخوة والأخوات الذين شرفونا كذلك في هذه اللحظة المتميزة التي نعتبرها لحظة تجديد العهد بيننا وبينكم على مواصلة هذا العمل التكاملي، خدمة للرأي العام الجزائري وخدمة لمصلحة الجزائر العليا التي هي فوق كل اعتبار. فرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة للدبلوماسية، مثلما يشهد على ذلك تشهد على ذلك الرسالة التي نشرها أمس مقدما فيها التهاني لأسرة الدبلوماسية، ولكم كذلك عدد من المناسبات التي بلور السيد رئيس الجمهورية تشجيعاته للدبلوماسية واعتماده على الدبلوماسية الجزائرية وعلى كل من يساهم في رفع كلمة الجزائر خارج حدودنا من أجل إحقاق المكانة اللائقة بالجزائر واللائقة بتاريخ الجزائر وبمبادئ الجزائر. بدون إطالة أدعو الأخ رئيس المجلس الشعبي الوطني للتفضل ببعض الكلمات لكم في هذه المناسبة، ونظرا لضيق الوقت سنتمكن ربما من الإجابة على سؤالين أو ثلاثة، وأعدكم أننا سنكرر هذه المناسبة في وقت أوسع، وإن شاء الله سنتمكن من المساهمة مع بعض في تحضير الأجواء اللائقة لإنعقاد القمة العربية قريبا في الجزائر. شكرا لكم على الحضور، والكلمة للأخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، أسرة الإعلام، السلام عليكم. وجودنا هنا هو
لتثمين كل الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية، وكذلك لإظهار أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية عملهما عمل تكاملي. كذلك احنا جينا اليوم باش نوقفوا على ما قدمته الدبلوماسية الجزائرية المتجذرة عبر التاريخ، وكذلك جينا باش نعترفوا بما قدمته قامات في الدبلوماسية الجزائرية، لأن الدبلوماسية الجزائرية عندها تاريخ وعندها إنجازات كبيرة وكبيرة جدا، ولهذا اليوم يجب نسترجعوا هذه الأشياء باش الأجيال الصاعدة تعرف ما قدمته هذه القامات وهذه الشخصيات. واليوم كرمنا عائلة المرحوم فروخي مصطفى، لكن فيه عدة شخصيات أخرى يزم يظهروا ويزم الناس تعرفها. هذه من جهة. من جهة ثانية كما قلت أن الدبلوماسية الكلاسيكية لازمها ترافق الدبلوماسية البرلمانية، وهذا واش احنا نعمل عليه في هذه العهدة التاسعة وتحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، وبتوجيه كذلك من سيادة وزير الخارجية. احنا نعمل جنب إلى جنب لإعطاء الصدى والإيصال الكلمة إلى كل إلى مختلف بقاع العالم. وإحنا وش استشعرنا من خلال زيارات القليلة اللي قمنا بها أن الجزائر عندها مكانتها، عندها مكانتها في إفريقيا، عندها مكانتها في آسيا، عندها مكانتها في أمريكا اللاتينية. إحنا علينا غير نشتغل ونجتهد ونقدم الإضافة. وكذلك أن الدبلوماسية ما نجموش نعزوها وما نجموش نقويها ولا ما كانش فيه مرافقة لكل أشكال الدبلوماسيات الأخرى، من الدبلوماسية الدينية، الدبلوماسية الرياضية، الدبلوماسية الثقافية، لأننا هدفنا واحد هو إعلاء صوت الجزائر وإيصاله، لأن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية ثوابت واضحة وثوابت تقوم على الدفاع عن حقوق الشعب المضطهدة، كذلك تقوم إلى توجيه إلى الحوار والإيجاد حلول سلمية لكل الإشكالات والنزاعات في العالم. احنا وجودنا هنا هو إلا واجب علينا، لأن ما تقدموا حاليا الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية الجزائرية هو عمل جبار، وإحنا جينا اليوم باش نشهد ونثمن هذا العمل ونقولوا بلنا احنا كذلك مجندين لتقديم المساندة تاعنا والسعي لإعطاء هذا العمل البعد اللي يستحقه، والجزائر تستحق كل الخير، وإن شاء الله سويا وبجهد متكامل قادرين نوصلوا صوت الجزائر وإعلاء صوت الجزائر في المحافل الدولية وفي التظاهرات الدولية إن شاء الله. والسلام عليكم. بسم الله. وفيها في عدد من الأسئلة، رجاء تكلموا وراء بعضكم باش نعملوا حوصلة ربما الأسئلة ونديروا جواب واحد ربحا للوقت. تفضل. عليكم السلام. نعم. هل هذه ممكن ان تطلع الصوره، هل هذه الجمهور اكدت كلها الحضور في كلمه الجزائر وخاصه في المستوى التنفيذي من ملوك ورؤساء وامراء؟ السؤال الثاني يتعلق بورقه طريق هذه القمه. هناك الكثير من المقالات الصحفيه تحدثت عن ممكن خلافات في اجتماع القاهره بخصوص بنود بعض البنود في ورقة الطريق، هل هناك ورقة طريق واضحة بخصوص قمة نوفمبر؟ شكرا. تفضلوا. هاي السيدة وراك ثم هاي وراك. غانيا. ماشي. غانيا وكازي لو كوتيديان دوران. مسيو المينيس pourriez-vous nous dire quelles sont les questions qui restent en suspens jusqu'à maintenant et qu'il n'y a pas eu de consensus entre l'Algérie et la Ligue arabe pour rétablir justement l'ordre du jour et tout ce qui concerne le sommet d'Alger. Merci. تفضلوا. تفضلوا شوف كيفاش هو قدامك تما. صباح الخير سيد الوزير، هنيئا لكم باليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية. سؤالنا يتعلق مباشرة باجتماع الفصائل الفلسطينية الثنائية في الجزائر.
ما هي ورقة الطريق وأين وصلت مساعي الجزائر الأولية من أجل احتضان هذا الاجتماع المهم الذي سيكون عنوانا للقمة العربية المقبلة؟ سؤال ثاني، وفد وزاري فرنسي في الجزائر، نصف الحكومة الفرنسية تصل بعد ظهر اليوم، ووزيرة ورئيسة الحكومة الفرنسية قالت بأنه فترة أو صفحة الخلافات مع الجزائر قد طويت، هل نرى صفحة جديدة مع الطرف الفرنسي وكذلك عودة المصالح مع دول أخرى يعني في الضفة الأوروبية مع الجزائر؟ سؤال أخير إذا تسمحون، بمناسبة اليوم الوطني الدبلوماسية قيل بأن الدبلوماسية الجزائرية انتقلت إلى الدبلوماسية المواجهة، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ شكرا لكم على الوسيلة. زينب بن زيطة من قناة تيرتي عربي. معالي الوزير، كان فيه انقلاب في بوركينا فاسو مؤخرا، هل للجزائر مساعي لحل هذه الأزمة على ظل الأزمات الأخرى؟ منطقة الساحل تعيش عدد من الانقلابات، ما هي مساعي الدبلوماسية الجزائرية في هذا الإطار؟ شكرا. تفضل وراكم ثم ومن بعد أولا مجموعة. السلام عليكم، رياض بوزينة، وكالة الأنباء الجزائرية. سيد الوزير، كان لكم نشاط مكثف على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقيتم الكثير من مسؤولي الدول والهيئات، أطلقتم بالمناسبة ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم لمجلس الأمن 2024-2025، حبذا لو تعطونا تفاصيل حول هذا الترشيح، وكيف كان، هل فيه صدى من المجتمع الدولي؟ شكرا. تفضلوا، أو ثم قدامك زوج. أي تفضل سيدة. صباح الخير، أهلا بطبع التلفزيون الجزائري. مرحبا. معالي الوزير، قلتم بأن الإعلام هو المرافق من أجل إنجاح هذه القمة العربية بإذن الله التي ستعقد في الجزائر. حقيقة بعثات التلفزيون الجزائري كانت متعددة إلى العديد من الدول العربية. ما استقرأناه في الشارع العربي هو أن الشعوب العربية تثق في الدبلوماسية الجزائرية، النخبة أيضا، لكن الواقع العربي معقد نوعا ما، العلاقات حتى بين الدول العربية معقدة نوعا ما. على ماذا تراهن الجزائر في هذه القمة من أجل لم الشمل وأيضا توحيد كلمة البيت العربي؟ وشكرا جزيلا. شكرا. أيوة، كي كملوا هيك يهبطلها. صباح الخير عليكم. خير. كريم أودية دو جورنال المجاهد. مسيو المينيستر، دونك نو فري باليستينيان ريبريزونتون دي ديفيرونت فراكسيون سامباسيونت بور لو لونسمون دي رونكونتر دو ريكونسيلياسيون ايسي ا الجي، جو ميم افونسي اون دات بور سيت سيمين دو 11 و 12. Est-ce qu'il y a un agenda? Est-ce que vous pouvez nous confirmer officiellement le début de ces rencontres de réconciliation? Deuxième question concerne certains membres, une vingtaine de membres du Congrès des États-Unis qui, dans une lettre, ils ont demandé de sanctionner l'Algérie parce que, tout simplement parce qu'il y a intensification de ses relations économiques, notamment avec la Russie. Donc, c'est paradoxal, c'est une position qui s'inscrit quand même... qui s'inscrit à l'opposé des positions officielles des États-Unis. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir davantage d'explications à ce propos? Merci. شكراً. ربما نحاولون ولا آخر واحد لك جانا آخر واحد وبعدين نحاولون نجمع الأجوبة. السيد وزير وليد بن أحمد من قناة النهار. لا شك أنها قمة عربية بامتياز، لكن هناك أيضا بعد دولي وإقليمي تنوي الدول العربية برفقة الجزائر تسليط الضوء عليه. كيف تنوي الجزائر ورفقة القادة العرب الاجتماع المقبل تسليط الضوء على الأزمات الدولية والأزمات الإقليمية بشكل أكبر للنأي بالمنطقة العربية يعني عن كل هذه الصراعات والتجاذبات الدولية؟ شكرا لك. شكرا. شكرا لكم جميعا. واضح أن معظم الأسئلة تدور حول القمة العربية وبعض المسائل الأخرى. بالنسبة للقمة العربية، أنتم لاحظتم أن الدولة الجزائرية رتبت كل الإجراءات المؤدية إلى الانعقاد الفعلي للقمة، وقامت بمشاورات موسعة مع كل معظم الدول العربية وأطراف أخرى
بدءا بطبيعة الحال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعمل إلى جانبنا في هذا المشوار التحضيري طبقا طبعا للنصوص المعمول بها في الجامعة العربية وفي ميثاق الجامعة العربية. وأستطيع القول أننا استكملنا التحضيرات اللوجستية التنظيمية والتحضيرات الجوهرية كذلك. سيحل بعد أيام بالجزائر من جديد الأمين العام لجامعة الدول العربية في سياق التشاور الذي ينظم عادة مع البلد المضيف، ومن المؤكد أن هذا اللقاء من اللقاءات التي ستجرى مع الأستاذ أحمد أبو الغيث ستكون خاتمة الفعلية للمسار التحضيري، ونكون قد وضعنا صوب عيوننا كافة المسائل التي تساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه القمة. ضيف إلى هذا كون السيد رئيس الجمهورية أبى إلى أن يوجه رسائل شخصية لكافة القادة قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وستسلم الرسالة الأخيرة غدا إلى رئيس جمهورية القمر. وبهذا نكون قد تعاملنا مع كافة الدول الأعضاء على قدم المساواة، وقدمنا ما علينا من المجاملة المطلوبة في مثل هذه الظروف. وبطبيعة الحال أكد مبعوثو السيد رئيس الجمهورية على حرص الرئيس على أن تكون هذه القمة قمة جامعة وشاملة مثلما صرح بذلك أكثر من مرة، وأكد كذلك على رغبته في أن يشارك كل القادة إدانا منهم باستعدادهم لاتخاذ القرارات التي يتطلبها الظرف العربي وتتطلبها التحديات التي تؤثر مباشرة على معيشة المواطن العربي وكذلك على حقوق الدول العربية في خضم عالم يتغير وتقلبات في الأوضاع الدولية المعاصرة. فعلينا كجامعة عربية وكدول عربية وتجمعنا مصالح مشتركة ومقومات مشتركة وقيم حضارية ودينية مشتركة، علينا أن ننظر إلى المستقبل نظرة الجسم الواحد الذي يتماسك ويتداعى سائر الجسد عندما يتأثر جزء منه من جراء الأوضاع الدولية المتقلبة. إذن التحضيرات أنجزت ولله الحمد، وحسب الرسائل التي تصل تباعا لنا أن نظن وأن نعتقد أن المشاركة ستكون في مستوى الحدث. فيما يتعلق بمشاركة الشخصية للقادة، بالنسبة لجدول الأعمال فجدول الأعمال اجتماعات القمة واسع وكبير وطموح، وهو يرتكز أساسا على ماذا يجب وماذا يرتأي رؤساء الدول أن يفعلوه في خضم محيط دولي متقلب، وماذا تتطلب المصالح العربية أن يتخذ من إجراءات ومن تدابير توافقية من أجل فرض وجودنا في عهد ما بعد الكوفيد وفي مرحلة ما بعد حرب أوكرانيا. ولنا اليقين من أن الرؤساء الزعماء القادة سيغتنم هذه الفرصة للحديث بمنتهى الصراحة وصولا إلى نتائج تستجيب لإرادة شعوبنا في وجود عربي قوي
وفي مصالح مشتركة ندافع عليها جميعا بكل عزم ومتسلحين بوحدة الكلمة ووحدة الصف. الاجتماع الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من شروط نجاح القمة العربية. إذا توحد الأشقاء الفلسطينيون فسيكون ذلك قاعدة قوية لدعم وحدة العالم العربي في نصرة القضية الفلسطينية وفي ابتكار وسائل عمل متجددة ومرتبطة بالمعطيات الجديدة في الساحة المشرقية وفي الساحة الدولية، لنتمكن من رفع من نجاعة الكلمة العربية الموحدة ومن دور الدول العربية في المحافل الدولية. فجدول الأعمال يشمل كافة المسائل المتعلقة بحياة الدول العربية وبالشعوب العربية، منها ما يتعلق بالأمور السياسية ومنها ما يتعلق بالاقتصاد وبحياة المواطن، ومنها كذلك ما يرقى إلى مستوى التفكير في مستقبل أفضل، مرتكزين على دور المجتمع المدني مثلما تأكد ذلك وبرهن ذلك من خلال المنتدى وهران لتواصل الأجيال دعما للعمل العربي المشترك. أنتم تعرفون أن القمم العربية التي انعقدت تاريخيا في الجزائر كانت قمم متميزة بالنظر للظروف التي كانت تنعقد في إطارها، ونظرا كذلك للمخرجات التي توصلت بفضل قدرة الجزائر على جمع الشمل وتوحيد الكلمة، وبفضل كذلك لكون الجزائر بلد التوافقات والبلد الذي يضرب الأمثلة في التضحية من أجل الصالح العام. فلا أشك في أن القمة المقبلة التي تنعقد في ظروف دولية مختلفة تماما عما كان الأمر في السابق سينجر عنها أعتقد ما يجعلها كذلك من القمم الناجحة التي تحتل مكانة مرموقة في تاريخ العمل العربي المشترك، وبالذات ما يتعلق بإحقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وما يتعلق كذلك برفع التحديات جماعيا على مستوى الوطن العربي كافة. وفي القضية الفلسطينية إذن سئلت عن أستطيع أن أؤكد أن الاجتماع سينعقد إن شاء الله قريبا هنا في الجزائر، وستصل الوفود الفلسطينية تباعا. هناك قبول شامل وجامع للدعوة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون لكافة الفعاليات الفلسطينية، وقامت الجزائر بعمل تحضيري دقيق في الجزائر وفي غير الجزائر، كما نسقنا مع عدد من الدول العربية التي انخرطت كذلك في الجهد الرامي إلى دعم المصالحة الفلسطينية. فأستطيع القول أن المبادرة الجزائرية مدعومة عربيا ومدعومة بالطبع ومقبولة فلسطينيا. فجدول الأعمال هو الأوضاع الفلسطينية، دعم المؤسسات الفلسطينية، دعم الديمقراطية الفلسطينية، جمع الشمل الفلسطينيين، وجعل القيادة الفلسطينية تتحدث بلا منازع باسم المصير الفلسطيني الواحد، وتتحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني وعن كافة التنظيمات والتشكيلات السياسية والفعاليات من المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية المستقلة. صفحة جديدة مع الشريك الفرنسي
نعم الصفحة الجديدة، الرؤية الجديدة انبثقت عن زيارة الرئيس ماكرون للجزائر منذ أسابيع معدودة، وتميزت تلك الزيارة بمحادثات مطولة ومعمقة مع الرئيس عبد المجيد تبون، ونستطيع القول أن التفاهم بين الرئيسين كان كاملا، وأملنا الآن أن تنفذ الرؤية التي وضعها الرئيسان وتبلورت في إعلان الجزائر على وجه الخصوص، وهناك تدابير أخرى اتخذها الرئيسان، وها هي الآن أو ها هو الآن الاجتماع الأول ما بعد القمة للحكومتين في سياق اللجنة ما بين الحكومتين رفيعة المستوى لترجمة هذه التوافقات وهذه الروح الجديدة وهذه الانطلاقة الجديدة إلى قرارات، إلى توافقات، إلى اتفاقات. وأمل الجانب الجزائري، بل رغبة وإرادة الجانب الجزائري أن تفتح صفحة نوعية جديدة، وأن تترجم هذه العلاقات الجديدة في تعاملات تستجيب لما تعتبره الجزائر من الأساسيات أو كل ما يتعلق بأمن الوطن والمواطن، كل ما يتعلق بكرامة المواطن الجزائري في ديار الغربة، وكل الأمور التي من شأنها أن تجعل من العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذج لعلاقات رابح رابح بين دولة مصنعة ودولة لها من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة ما يؤهلها لأداء دور مرموق في المنطقة، وكذلك في العلاقة ما بين أوروبا وإفريقيا، أوروبا والعالم العربي، لا سيما على ضوء الدور الاستراتيجي الكبير الذي أصبحت المحروقات تؤدي في الساحة الدولية، وتجعل من الجزائر لاعب أساسي في المنطقة وعلى ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية. ذكر أحد السائلين فكرة عنوان دبلوماسية المواجهة. في الواقع الدبلوماسية الجزائرية هي دبلوماسية النضال، دبلوماسية الإنجاز، دبلوماسية الوسطية كذلك، لأنها تراهن على احترام مبادئ وأهداف القانون الدولي المعاصر، تحترم الأهداف والمبادئ وتطالب الجميع باحترامها. فالجزائر دبلوماسية الجزائرية أثبتت عبر التاريخ أنها دبلوماسية مسؤولة، أنها دبلوماسية تقوم بدور بناء في العلاقات الدولية، الأمر الذي يؤهل الجزائر لشغل للمرة الرابعة منذ استقلالها منصب أو مقعد عضو داعر دائم في مجلس الأمن. انطلقت الحملة الجزائرية والترشيح الجزائري مزكى من طرف الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول من كل أنحاء العالم، ولا نشك في أن النتيجة ستكون بمشيئة الله وعونه نتيجة إيجابية، وأن الجزائر ستتمكن من أداء دورها كاملا غير منقوص في الأمم المتحدة. انقلابات الساحل، لأن هناك أكثر من انقلاب، أنتم تعرفون أن الاتحاد الإفريقي موقف قوي مبدئي من الانقلابات، وينجر عن الانقلابات تجميد أو تعليق مشاركة الدولة المعنية في اجتماعات الاتحاد الإفريقي،
فالجزائر ملتزمة بعقيدة الاتحاد الإفريقي بهذا الصدد، ونعتبر أن الاستقرار المؤسساتي في الساحل يعقد الأوضاع ويجعل من محاربة الإرهاب في المنطقة تحدي أكبر، بحيث محاربة الإرهاب تقتضي التعاون ما بين دول المنطقة وما بين دول المنطقة والمجموعة الدولية، ونأمل أن تعالج الأسباب العميقة التي تتسبب في الاستقرار، تتسبب في حالات التوتر في عدد من الدول الإفريقية في جوارنا الساحلي، والجزائر تعمل بالثبات وبالثقة في النفس وفي الصداقات التي تجمعنا مع الدول المجاورة للحيلولة دون حصول هذه التقلبات التي تضر بحياة الشعوب الصديقة وتخلق قلاقل كذلك للعلاقات الطبيعية بين عدد من الدول المعنية. أمام هذا الوضع الجزائر هي رائدة الكفاح الإفريقي ضد الإرهاب، وكما تعرفون رئيس الجمهورية هو المشرف على جهد الاتحاد الإفريقي لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، وللجزائر ارتباطات بعدد من الدول الإفريقية وتدعم الجهد الإفريقي الوطني بكافة الوسائل، ومن بينها تلك التي يقدمها المركز الإفريقي لمحاربة الإرهاب الذي يقع مقره بالجزائر العاصمة. الإعلام هو فعلا رفيق مميز للدبلوماسية، وسنبرهن على ذلك في الأسابيع القادمة وأثناء انعقاد القمة العربية بالجزائر وفي فترات وفي فرص أخرى إن شاء الله. استسمحكم عذرا، ومجلس الوزراء على وشك الانطلاق، فيجب أن نلتحق بمجلس الوزراء، وستكون إن شاء الله فرص أخرى للقاء معكم. أشكركم جزيل الشكر على الحضور والاهتمام، كما لا يفوتني أن أشكر من جديد السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني وكافة زملائي وأصدقائي وضيوفنا الكرام، أسرة المرحوم مصطفى فروخي التي شرفتنا اليوم وكرست هذا الترابط الوطيد بين دبلوماسية اليوم والدبلوماسية الأمس التي نعتبرها بحق مصدر إلهام لكافة أجيالنا وإن شاء الله للأجيال القادمة. وفقنا الله جميعا، وشكرا لكم. السلام عليكم.